shark daddy shark daddy shark daddy shark. Grandma shark doo-doo-doo-doo-doo, grandma shark doo-doo-doo-doo-doo, grandma shark doo-doo-doo-doo-doo, grandma shark. Grandpa shark doo-doo-doo-doo-doo, grandpa shark doo-doo-doo-doo-doo, grandpa shark doo-doo-doo-doo-doo, grandpa shark. Let's go hunt doo-doo-doo-doo-doo, let's go hunt doo-doo-doo-doo-doo, let's go hunt doo-doo-doo-doo-doo, let's go hunt. Safe at last, do-do-do-do-do, safe at last, do-do-do-do-do, safe at last. Phew! It's the end, do-do-do-do-do, it's the end, do-do-do-do-do, it's the end, do-do-do-do-do, it's the end. أعزائي المشاهدين، بنرحب فيكم بحلقة جديدة، وطبعاً كما عودناكم كل أسبوع بنختار لكم الأفضل والمميز. رحبوا معي في ضيف حلقة اليوم، وضيف الأكثر تميزا لهذا الأسبوع، المقدم المتقاعد محمود السخني. بداية يسعد مساكم، نورنا. مساء النور، نور أيامك. طبعا بنرحب ضيفتي سكينة الحموي. بداية يسعد مساكي ومنورين. أهلا وسهلا فيك، أنتم منورينا والله. بداية طبعا إحنا يعني متشرفين بوجودكم معنا بهاي الحلقة سيدنا محمود وسيد سكينة. بداية نبلش فيك سيد سكينة، نتحدث بالذات عن روضة ورد مادبا. لو بدنا ناخذ بداية عن بداياتك، بلشت متى بلشتي بقطاع الروضات عندنا في الأردن؟ تفضلي. والله كيف بلشت؟ أول شيء هذا بعتبره حلم حياتي ومشروع عمري. أنا معلمة متقاعدة، معلمة رياضيات، بكالوريوس رياضيات، خدمت بما يقارب 20 سنة في الحمد لله رب العالمين بهذا الوطن الجميل. لكن كانت بعد تقاعدي كنت أتمنى وحلم حياتي أن أفتح هاي الحضانة، حضانة ورد مادبا النموذجية. طبعا بعد تقاعدي ب8 سنين بفضل جهود دعم زوجي أبو شبلي، وتوجهت إلى مكتب إرادة، دعمني مكتب إرادة بفضل جهود الدكتور محمد القيسي بأنه عمل دراسة على المنطقة على هيك، وساعدني بإني أخذ قرض من التنمية، فأني فتحت الحلم والمشروع اللي كنت أتمناه، مشروعي حضانة ورد مادب النموذجية. طبعا كبداية، كبداية أي مشروع إلا تلاقي فيها صعوبات. يعني أول سنة، سنة من 2012 فتحتها، يعني بحدود 3 سنين الأولى كنت مرات أحاول أدفع من رواتبنا مشان أغطي المصاريف، مشان أغطي مصاريف لكن الحمد لله باهتمامنا بالأطفال. طبعا إحنا الأطفال عندنا هون من 4 شهور أعمار إلى المستقبل ل5 سنين، اللي كأنه براي سكول كمان. أنا بما أنه مهنتي معلمة، وكان هذا يساعدني أني أدرس لعمرها 3 سنين، 2.5 سنين، 3 سنين، أصير أعلمهم عبو جنب كيفية مسك الألام، جميع الأرقام، النمبرز، الكالار، اللترز، كل شيء. طبعا وإحنا هون في حضانتنا نعلم أطفالنا من الصغر اللغة الإنجليزية. الطفل قادر بعمر 2 يحفظ 4 لغات. هذه إحنا مع التهيئة، طبعا هذا التعليم كله كامل، حتى البراي سكول تعليم من خلال اللعب. طبعا إحنا هون منأمن لهم الأمان، منأمن لهم العناية، منأمن لهم النظافة، الأكل، نعتني فيهم. أنا حضانتي دائما بحكيها وبخالفها، أنا هون تيتا مع أحفادها. أنا أرفض أبداً طفلي ينادي أي مربية عندي يقولها مس، أنا بقولها ريناد، مجد، زينة، وأنا بناديني خالته أو تيتا. وأكثر أطفالي طبعاً كيف لما أنت حفيدك أو ابنك تستقبلي الصبح، أنا بستقبل أطفالي. يعني أي طفل بتسهل بيطلع من عندي في تاتش قوي بيني وبينهم. هذا مشروع حياتي. كل التوفيق لحضرتك، الله يسعدك. الآن بدنا نتحدث أكثر عن مميزات الممتازة اللي عندك داخل روضة ورد مادبا. والله مميزاتنا، أول شيء إحنا بيئتنا، منطقتنا صحية نقية، الأكسجين عندنا الحمد لله رب العالمين هون متوفر، الهواء والتهوية. بعدين أطفالي هون مأمنين، حتى الساحة الخارجية موجود ساحة خارجية بنستفيد منها صباحيا، بناخذ البريكفاست هناك، وبناحية الفيتامين دال وفيتامين كل شيء مع الأطفال بنعمل شيرينج. بعدين إحنا هون منأمن لأطفال تمتاز، إنها منأمن لهم النظافة المطلقة، التعليم احنا منعلم. يعني انا عندي جميع انواع الالعاب،
العاب الذكاء، عندي السمارت جيم حتى للاطفال اللي بتستخدم للمتوحدين، انا موجوده عندي، عندنا البازلز، عندنا الملتينا بالصلصال، الرسم، جميع انواع الرسم، الكلر المائي، الكلر، هاي كلها بنعمل ضمن المربيات اللي بكونوا موجودات وبيساعدوا. طبعا عندنا عده انشطه مكتوبه موجوده، كل يوم نعمل 3-4 انشطه. بعدين اطفالي هون صدقي انه بضلوا من الصبح للساعه 4:30، صدقي ما بيناموا. انا حتى اطفالي بقولوا والله يا انتي ما بيلحقوا يجوا، اطفالنا يا دوب بياكلهم لما بحط راسهم، لانه انا عندي هون بلعب بشغل وقت فراغه، بيتعلم، منعلم الشيرنج مع بعض، منعلم الاطفال حتى يحبوا بعض، هذا اختك سيستر برادر، جاست سيستر برادر، معناش يعني ما في طفل بمد على ايده الثاني. إيه النظافة، حتى اطفال لو شو ما اكلوا بعد ما يخلصوا ووش هاند بوقفوا بيغسلوا ايديهم لحالهم، يعني النظام، الترتيب، الكلام الحلو. انا بربي خالته، يعني انا مش ممكن، يعني شايفة اذا الطفل بين بعض قالك ولك بيجيبوا لي خالته عم بيحكي كلام نوتي نوتي، لانه احنا مربى حبيبي لو تسمع خالته، لو تسمحي خالته تفضلي، نانا تفضلي، زي هيك. يعني انا بصراحه بهني الامهات اللي حضرتك، الله يسعدك، كل التوفيق لك، الله يسلمك. الان بدنا نتحدث اكثر عن رؤيتك المستقبليه داخل الحضانه، تفضلي. والله رؤيتي المستقبليه اتمنى انه ان شاء الله يا رب انها تكبر حضانتنا وتصير سلسله من حضانات ورد مادبة، وكان طموحي صراحة انه يا ربي يسر الامور بجد، اني افتح مع حضانتي روضة لكيجة ون وكيجتو، حتى كل هاي الفترة اللي انا بحبها الاطفال اكون انا مغطيتها، وان شاء الله الله يخلي لي ابو شبلي طول عمره ويعطيني الدعم ان شاء الله دائما، لانه ما بيقصر بدعمه، يعني هون وراء كل مشروع حلو رجل عظيم، لأنه ما كان الرجل بإيد مع الست عمرها ما بتصير، نفس الشيء العكس، إن ما كانت الست مع الرجل عمره ما بصير، لأن الوفاء رزق خالته، بما أنه قلبهم واحد، يعني تعبنا مع بعض، كوننا مع بعض، اشتغلنا بالحضانة مع بعض، يعني أبو شبلي كان على قدما وساق والله ما يقعد مع العم النجارين، مع التعون الكاربت، مع الكار، أنا ما بنسى جهده وتعبه معنا. الله يخليكم، الله يسعدك، يعطيك ألف عافية سيد أبو شبلي. طبعا ننتقل لسيد أبو شبلي، لما نتحدث على بداياتك، حضرتك اشتغلت بالقطاع العسكري، تحدث عنك، تفضل سيد. يا ستي الله يسعد اوقاتك. انا دخلت الكليه العسكريه سنه 1977، دخلتها كمرشح في دوره كليه 17، تخرجت بالكليه العسكريه برتبه ملازم، واستمريت في مجال القوات الخاصه لغايه 1995 تقاعدت، وكانت خدمة يعني خدمة ممتازة، والعسكرية مجال شريف ومجال محترم لكل القطاعات. وطبعا ما بنسى أني أقدم شكري وتحياتي الخالصة والله لجلال سيدنا أبو حسين، الله يديم نعمة الأمن والأمان، بوجود العائلة الهاشمية. العائلة الهاشمية لها وجودها بالأردن، ولها وجود الأمن والأمان من وجود الهاشميين بالتأكيد. وبعد مجال العمل العسكري طلعت على أمريكا وعشت فيها 5 سنوات، ورديت رجعت الأردن، وبدأت أم شبلي مشروعها، وأنا بقدم لها كل دعم، لأن أم شبلي هي زوجتي وحبيبتي بنفس الوقت، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال ما أكرمهن إلا كريم وما أهنهن إلا لئيم. بالتأكيد. اي والله، و الله يوفقنا لهم، الله يوفق الجميع. آمين. ووفق الشباب ووفق البنات. امين امين يا رب، ويعطيكم الف عافيه، الله يسلمك، الله يسلمك، رب يطول عمرك. سيد محمود، نهايه لقائنا كلمه لجلاله الملك، تفضل. انا بقول سيدنا ابو حسين الله يطول عمره ويديم عزه، يديم عزه هو ولي عهده، ويديم علينا نعمه الامن والامان. احنا بالاردن بدون الامن والامان يعني احنا في بقلب ملتهب من كل الجوانب، والوضع الاردن
وضع ممتاز ويا ربي لك الحمد. وجوده الله يحميه. وجود أبو حسين وجود الهاشميين راح نظل بالأمن والأمان إن شاء الله. الله كريم وندعي يعني. الله إنه يديم علينا هالنعم. آمين. طول عمرك. آمين يا رب العالمين. يعني إحنا الله يعافيك. ملكنا ملك القلوب. أيوة. يعني أنا ما في على صفحة جلالة الملك إلا بقول يعني فعلا من قلبي فعلا إنه ملك القلوب ليس ملك فقط بالعائل أو شغلة لا. الله يطول عمره ويخلينا إياه يا ربي وبكفي ديم علينا نعمة الأمن والإيمان يا رب لك على هالمحيط اللي إحنا عايشينه. أيوة. يعني كل اللي حوالينا بيحسدونا بخبرته وتدبيره. والله يعطيه العافية. آمين يا رب. تشكركم مرة تانية يعطيكم ألف عافية. حدد للسادة المشاهدين موقع روضة ورد مادبة. تفضل. وموقع روضة مادبة حضانة نيرسري ورد مادبة هي طبعا في تقع في مادبة بس هي من بعد المخيم طريق ماعين مرورا بمسبح أرنون 300 متر تقريبا أو بالأحرى عند مثلث مديرية الأشغال مقابل مثلث مديرية الأشغال طبعا على الشارع ومكتوب الروضة وأهلا وسهلا في الكل. أهلا فيك يعطيك ألف عافية. رقم للتواصل تفضل. 0 72 232 582 2. واهلا وسهلا فيكم باي وقت. يعطيكم الف عافيه. يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه.